النهارده الحقيقه هنتكلم فيها عن التلاكيك. بقول التلاكيك وكلنا طبعا عارفين التلاكيك، فمتابعه من المتابعات السوريات اللزاز قالت لي انا ما بفهم عليكي ايه التلاكيك دي، فالناس بدات تشرح لها ايه التلاكيك، فبقوا يقولوا لها اللي هي الاسباب المفتعله. يعني هم علموني معنى انا الحقيقه ما كنتش يعني مش مركزه قوي في المعنى، اللي هو حد يفتعل سبب علشان يتخانق معاكي عليه. وبناء عليه احنا النهارده هنتكلم عن التلاكيك او الاسباب المفتعله للخناقات، واللي بتيجي من مستصغر الشرر، يعني حاجه عاديه خالص، يعني طبخه، زرار، شراب، فردة شراب ضايع، طبعا فرد الشرابات دي طبعا ده اساسي، اي حاجه، اي كلمه عاديه، اي قناه بنتفرج عليها وهو عايز يتفرج على حاجه وانت على حاجه، تكييف افتحي التكييف اقفلي التكييف، تقلب خناقه وحريقه في البيت، وممكن تغضب وتروح عند اهلها، ممكن يمد ايده موضوع، طب ايه يا جماعه وانتوا اتخانقتوا على ايه اصلا؟ فتدور تلاقي الموضوع تافه جدا، يعني السبب بتاع الخناقه تافه، تفاهه مقطعه النظير. طيب هل الخناقات اللي بتكبر من تفاهه او من مستصغر الشرر دي بتبقى رواسب ومرقدين لبعض ومستنيين يعني على بعض تلكيكه عشان يمسكوا فيها، ولا بتبقى تفاهه اكتر من فكره السبب نفسه؟ انه انا مش هعدي لك حاجه وانا مش هعدي لك الهفوه. احنا عايزين نفهم السبب اللي ممكن يعني الحياه تبقى اهدى من كده بكتير لو عدينا لبعض التفاهه دي، يعني لو يعني مش لازم يعني معلش حصل خير، معلش الملح زاد، معلش حاضر، مش لازم نقلب الترابيزه وفي اكل بيترمي في الزباله وفي عشان ايه؟ عشان اصل انا اعرف حد يا مؤمنين عشان هو الشوربه كانت سخنه ولسعت لسانه قلب الترابيزه. طب هف في الشوربه حضرتك. لا هو مش عايز يهف في الشوربه، انت انا قايل لك حطي الاكل بدري وكلام بقى تلاكيك فعلا. اسباب مفتعله فعلا. مروه السعيدي ازيك يا مروه؟ ازاي كده عامله ايه؟ هل في اسباب مفتعله وتلاكيك بتبوظ الحياه؟ طبعا. بصي الحلقه دي ينطبق عليها جدا المشهد اللي عمره بيروح من بالنا بتاع سك على بناتك، اللي هو لما قالت له كلمه مني على كلمه منه. فؤاد المهندس بطلها بص لها قوي قال لها ما كنت سيبيه يمسكها يا فوزيه. يعني عديها. فعلا بتبقى تلاكيك صغيره. موضوع الملح اللي انت قلتي عليه ده خناقه كبيره جدا قامت ليه؟ لان الملح ناقص والملح موجود الملاحه على الترابيزه. ناقص كمان مش زايد؟ مش زايد. ده لو ناقص سهله يعني. الموضوع كبر جدا. دي حاجه حقيقيه يعني؟ دي حدوته حقيقيه فعلا. ودخل فيه الاهل وكبر وهيوصل للطلاق، فراجل بقى عاقل من يعني بيحكم بين الاتنين. الخناقه كانت على ايه يا جماعه؟ قالت له الملح كان قليل، فانا قلت له انا اسفه انا نسيت ان انت بتحب الملح زياده، فقال لها ما انت ما خدتيش من امك غير الزهايمر، هي اللي ورثته له، فهي حست انه ابتدى يغلط في امها فراحت معايراه بعيب في امه، فالموضوع كبر 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 كبر، دخل فيه الاهل. فبيسال الراجل قال لهم يعني الخناقه كانت على ملح؟ قال لا. اه والملاحه كانت فين؟ قالت له كانت على الترابيزه. طيب اصل الموضوع كله ايه؟ انه من الاول خالص هو الراجل جاي مخنوق وقرفان ومضغوط وحاجات كتيره جدا جواه، والست نفس الحكايه، وكانت هي دي الشعرايه اللي انفجروا بيها في وش بعض. التلكيكه اللي هي اصلا حلها قدامك على الترابيزه. انا اسفه نسيت انك بتحب الملح زياده، ولا يهمك امسك الملاحه حط الملح. لكن هو كان كلمة ولا يهمك دي جميلة قوي ومريحة قوي، بس ما بتتقالش خالص. ما هي عشان جميلة ومريحة. ولا يهمك دي، يا دي حلوة قوي الكلمة دي يا جماعة، قولوها عادي. معلش أنا اتأخرت عليك، خلاص ولا يهمك، وأنا هفضل مستنيكي، وأنا يعني عارفة أنت الحاجات دي، لو كلمة ولا يهمك دي هتحل نص مشاكل الشعب المصري. ده كل المشاكل خصوصا بين الأزواج. وفي كلمة كمان أسهل وأحلى منها، كلمة شكراً.